صباح الخير. النهاردة في أول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. في مرحلة الذبح بقى، مفيش صلاة عيد، يعني كنت عايز أصور لكم صلاة العيد بس النهاردة مفيش صلاة العيد. هنشوف بقى أجواء العيد هنا، هنعيد برضه ده في مرحلة الذبح. أهو ذبحنا الخروف، أنا هنا عند حماتي، يعني ذبحنا الخروف الأول وده بتاعنا ده التاني ده. والله شكله وسيم بقوس، صعبان عليا. نشوفك في الجنة بقى ان شاء الله. لسه هما بيسلخوا الاولاني، لسه بقى التاني بتاع المسكين. والله بقى فيا عمال ادعيله كده. ده احنا هنا عاملين جلسة بقى، هنقعد نشوي على دي والخيمة مخترعينها على السطح. بصوا بالمشابك وبتاعه البطاطين والمرايات وحالة. هقعد بنقعد نشوي وناكل هنا بقى. ادم ولوجين، ادم بالجندورات حنيا كسل خو حلوي بس ناكله فستح حلوي فستح. طيب بس بنقدر. طيب طبعا في الأضحية في دعاء لازم نقوله، اللي هو نقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. يلا نكمل. ده كده بنسلخ في الاولاني. هنا ما شاء الله الجزارين ما بياخدوش وقت، يعني الخروف ممكن ياخد في ايده نص ساعه ذبح وصرف. ده زي ما قلنا الاولاني اللي هو بتاع حماتي، بس والله طلع حلو ما شاء الله. طبعا هنا في المغرب حاجة مقدسة موضوع الأضحية، يعني كله بيضحي، ما فيش حاجة اسمها واحد يجيب لحمة من الجزار عكس عندنا في مصر. يعني عندنا في مصر ممكن واحد ما يذبحش، يعني نسأل بعض ذبحت السنة دي يقول لك لا ما ذبحتش، ده شيء عادي يعني. عشان كده حتى في مصر تلاقي محلات الجزارة مليانة مليانة، في مثلا لو واحد ما معوش فلوس يجيب 2 كيلو لحمة، 3 كيلو لحمة عادي، 5 كيلو يجيب لحمة للبيت الولاد يعيضه. لكن هنا لفت نظر في المغرب الموضوع الأضحية شيء ضروري، كله بيضحي، وحتى لو واحد ما عندوش الناس بتجمع له فلوس وتجيب له خروف، أو ممكن التاجر يديهم صدقة، يعني يدي التجار يدي الخروف صدقة اللي ما معوش، يعني شيء مقدس هنا. يعني مش عايز اقول لكم تقريبا شبه مش اللي هو شوها او فضيحة ان الواحد ما يجيبش خروف يعني. لكن زي ما قلنا قبل كده في مصر لا، ممكن تلاقي واحد ما يذبحش ويروح عند الجزار يجيب 100 كيلو لحمة ليه وللعيلة، لحم بقري يعني. بس مؤخرا بدأت الفكرة دي تتحيد في مصر شوية، بدأت الناس كلها تضحي. لا حاجة حلوة في المغرب يعني موضوع الأضحية يعني. يلا نكمل. ده البجوز بتاعنا الوسيم، بنبعده بقى عشان ما يشوفش التاني. والله باقي فيا. يلا بنخلص ونرجع لكم تاني. ده خلاص كده الاولاني بتاع حماتي. ربنا يتقبل ان شاء الله. ده هو المسكين بقى لسه ما ذبحناش. طبعا ما ينفعش اطلع ذبح في مناظر الدم في اليوتيوب. نخلص بقى اقوله لكم في السلخ بقى. الحمد لله الخروف صدق مزيان، هو في الشحم واللحم وكل حاجة. لسه بنكمل سلخ. دلوقتي يا جماعة لسه في مرحلة السلخ، وعايز اقول لكم على حاجة كمان بالمناسبة، يعني الفرق بين الاعياد في المغرب ومصر زي ما قلت لكم كده، هنا كله بيضحي
ضروري الخروف في المغرب، مصر مش ضروري، في اللي بيجيب وفي اللي بيجيب لحمة من عند الجزار، في اللي في ناس بيشتركوا في بقرة، عجل أو بقرة. دخلنا في نص الأكشن وعبده بيستعد عشان يذبح العجل ده، وأصلا الفالينة بتاعته كلها دم، فواضح إنه شغال من الصبح، فراجل خبرة وهيخلص في السريع. في نفس الوقت العجل مصحصح وعارف عبده عايز يعمل إيه. عبده بيقرب واحدة واحدة من العجل، لكن مش عايز يخاطر لأنه شاف قبل كده زمايله حصل فيهم إيه، اللي أخد واحدة في راسه، اللي أخد واحدة في بطنه، فالوضع خطير. بيروح يجيب المقشة عشان يهوش بيها العجل، قتله متلخبط لأن ده عجل مش فار، فالمقشة مش هتعمل معاه حاجة. بيلاقي إن مفيش فايدة، بيروح يدي المقشة لزميله ويقول له إن إحنا هنهجم عليه في نفس الوقت. يلا واحد اتنين، العجل اداله حتة خطافية خلص عليه. لو ده ماتش ملاكمة يبقى الماتش خلص بالضربة القاضية. سلام يا عبد. في ناس بيشتركوا في بقرة أو في جاموس، وبرضو يعني في الإفتاء عندنا يقول لك يجوز الأضحية. السعودية بقى يا جماعة، مصر الأول، مصر هناك جنب الأضحية في جو العيد بقى، يعني اللي هو الأطفال والكل بيجيب لبس جديد وخروج والملاهي وبتاع، بس بيبقى تاني يوم غالبا، يعني العيد في مصر تاني يوم العيد. السعودية بقى ما فيش عيد يعتبر، يعني هو العيد الصغير بس، العيد الكبير لا، لأنه بيبقى هناك الحج، بيبقى كله مشغول في الحج. ويعني انا ما اكتشفتش ان في عيد غير لما نزلت مصر. طول ما انا في السعوديه ما فيش عيد كبير، عيد صغير فقط، بيبقى هناك بيبقى كلنا في الحج. يعني احنا كنا كل عيد كبير بنطلع على الحج. طبعا اللي الناس ما تعرفوش بقى ان كل الحجاج، يعني عدد الحجاج يا جماعه في مكه بيبقى حوالي 3 مليون حج، يعني من 2 مليون ل 3 مليون او اكتر. كل دول بيضحوا، بيجيبوا اضحيه. فمكة بتبقى مليانة خرفان ومعيز وتيوس، تيس اللي هو ذكر الماعز، يعني لدرجة ان هي كانت يعني زيادة عن اللزوم، الفقراء كلهم خدوا وبزيادة. فبدأوا ان هما كانوا بيرموهم، على حد علمي كانوا بيرموهم في الصحراء، بيدفنوهم في الصحراء كده خلاص، ما حدش محتاجها بقى. لحد ما مفتي مكة، مفتي السعودية قال لك لا، قال لك يعطوها لأهل مكة، يعني فرقوها كده. فدلوقتي انت في لو رحت مكة دلوقتي هتاخد الخرفان فابور، يعني مش فابور اللي هو ايه، بتدي للراجل اللي ذبح كده 200 ريال سعودي، 300 ريال اللي هو بتاع حوالي 500 درهم 600 درهم كده، اللي هو ايه عيدية يعني ثمن الذبحة اللي ذبحها. يعني لدرجة ان في ناس ممكن يعني ممكن يخبطوا عليك في البيت يدولك 10 خرفان كده فابور. يعني لما كنت في مكة آخر مرة في 2015 بعد الحج، يعني بعد ما حجيت رحت للسلخانة، جبت 2 تيوس كبار، يعني تيسين اللي هو الذكر الماعز كبار، وديت له 300 ريال الاتنين مذبوحين وكل حاجة. ما هو يا إما أضحية الناس، يا إما كده يا إما إيه هيترمي. دي حاجة جميلة في مكة. يعني في مكة دلوقتي اللحوم هناك كتيرة لدرجة إن أنت ممكن تاكلها بالمعلقة بس، ولا خبز ولا من كترها. يعني نكمل مع بعض يا جماعة، ده كده الصورة النهائية.
بعد السلخ يعني. ما شاء الله طلع حلو. حتى بخرج لحم وزن كويس، بيقول لي معدل 50 كيلو يعني. ده الفرق بينه وده التاني. صح حماتي ده طبق حديد تقريبا. بصل دي يا جماعة. بسم الله بدأنا نشوي الكبدة. دي الكبدة هي على الشواية، كبدة الخرافين يعني. طبعا من العادات الجميلة والصحية في المغرب ان هم هنا الناس ما بياكلوش اللحم على طول في اول يوم. ليها كبده معموله بالدهن بالشحم زي في موجود خالص عندنا، بس بيعملوها في الكفته بيقولوا عليها الطرب. الطرب بتبقى كفته ملفوفه بدهنة المعده، الغشاء بتاع المعده. هنا بيعملوها في اسمها البولفاف، جميله جدا برضه يعني، حاجه رائعه. في دول بياكلوا الخروف في نفس اليوم اللي بتذبح فيه، بس هو الصحي ان انت تاكله تاني يوم، لانه بيتكون بقى مش عارف طبقة لما تسيبه وتاكله تاني يوم بيتكون طبقة مش فاكر اسمها، طبقة الجيلاتين والله ما فاكر، لا ناسي عشان ما اقدرش افتكره. بس الصح يعني انت تاكله تاني يوم. وفي برضو ممكن ننزل نودي راس الخروف تحت، في بقى الناس في الشارع بيبقوا واقفين برضو من العادات هنا ان هو يقعد بقى اللي هو يقشطهولك يقشره يعني وكده، بيجهز راس الخروف تحت. مش عارف ممكن انزل معاكم اقولها لكم. يلا بينا يا جماعة. ده البولفاف بقى، بيجيبوا الكبدة بعد ما بتستوي بيلفوها بالشحمة دي، بيطلع لك كده. ده البولفاف نحطه بقى على النار تاني اهو، يطلع بالمنظر ده، بيبقى طعمه رائع. انا دلوقتي جينا عند الشباب في الحومة والمنطقة، بيشوطوا الريوس او بينضفوها يعني كده. مع البولفاف اهو كده خلصنا. دي الصورة قبل النهائية، لسه بقى نحطه على الشواية تاني. طعمه رائع. اتفضلوا معانا بقى. ده كده حطينا البولفاف على الفحم، وزي ما قلنا في زيها في مصر بالظبط، بس بدل الكبدة بتبقى كفتة. يعني دي كبدة ملفوف عليها الشحم او الدهنة، في مصر بتبقى كفتة وبيلفوها بالدهنة اسمها الطرب. يعني دخلت كتبت طرب، او لو رحت مصر كله الطرب، نفس الفكرة. الاتنين طعمهم حلو. يا جماعة دي الصورة النهائية كده بقى للبولفاف. ده بيبقى الأكل بقى في أول يوم. بكرة بقى إن شاء الله اللحوم. البولفاف بقى مع الزيتون والأتيه، الشاي المغربي، شيء رائع. ده يا جماعة البولفاف أهو ما شاء الله حاجة كبيرة. ومعروف هنا في الرباط عند كبور كبور في اللي هو ورا القمرة، بس بيعملوش بالحجم ده، بيبقى اصغر شويه، بس شيء رائع. اتفضلوا معانا، كل سنه وانتم طيبين، وعاشوركم مبروكه. اشوفكم بقى في فيديوهات تانية. محمد كساتي صافي كساتي، صور الاتي.
انتم اخوات الزويتينات الكبدة داكشي في القطبه. امين يا جماعه هو بيصور برضه بخش اشوفوا حلقته كل شيء مزيان. امين وكوثر مصورين نفس الفيديوهات تقريبا بس بشرح تفصيلي اكتر. امين اهو العائلة. خشوا برضه اتفرجوا على فيديوهاتهم تقريبا نفس الفيديوهات بس بطريقه مختلفه. نفس الصفحه نفس كل حاجه. القنوات كلهم محركه. يلا عاشوركم مبروكه وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. عائله حبايبي وحرحه عواشركم مبارك.